السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم يا أحلى متتبعين في العالم، أحلى متتبعين ديال قناة سحر الطبيعة، قناتي وقناتكم أيضا، قناتنا المتواضعة اللي إن شاء الله ما شاء الله باقا غتكبر وتزيد القدام بفضلكم من بعد الله سبحانه وتعالى. اش اخباركم؟ كي دايره الناس العزيزه؟ غبت عليكم البارح، غير سمحوا لي والله، غير المهم بعض المرات انتم عارفين الانسان بشر من دم ولحم، بعض المرات الخاطر ما تيكونش، ما قدرتش نصور معكم البارح. المهم قولوا لي انتم اش كتعاودوا، لاباس عليكم؟ هانيين؟ نعرفكم يعني مشطونين مشطنا ديال الوليدات، الامهات اللي وليداتهم عندهم امتحانات الجهوي والوطني، الله يفرحكم ان شاء الله ويجعل تعبهم ان شاء الله يخرج بثمرات خير ان شاء الله، وبالنجاح، هذاك التعب يكلل بالنجاح ان شاء الله يا ربي، ودخل فرحه لبيوتكم ان شاء الله يا ربي يا كريم. كذلك الناس اللي مشطون بالعيد وتحضيرات العيد، الله يجيب لكم الرزق يا ربي باش ديروا هذيك السنه وباش تفرحوا الوليدات ان شاء الله، الله يجعلها فرحتين، فرحه النجاح وفرحه العيد، قولوا امين ان شاء الله. سمحوا لي لا طولت عليكم اليوم ان شاء الله، حيل زوينه زوينه ومنهم واحد المعلومه واعره نخليكم تكتشفوها، وكذلك حيل اخرى ديال تدابير العيد. غير ما تبخلوش عليا البنات، انا قلت لكم طلعوا لي المورال ونشطوني البنات بلايكاتكم، الله يجازيكم بخير، عطيوني غير لايكاتكم كما كنعطيكم الحب وكنعطيكم الاحترام وكنعطيكم النصائح وكنعطيكم دعوات الخير، عطيوني غير لايكاتكم ودبلوا لي التعاليق، اللي كتكتب جوج تكتب ثلاثه، واللي كتكتب ثلاثه تكتب اربعه، الله يكبر بكم يا ربي يا كريم. سمحوا لي لا طولت عليكم ونمشي ان شاء الله مباشره نتعرفوا على محتوى الفيديو. كنتمنى لكم اكيد ودائما فرجه ممتعه. ونبداو على بركة الله ونقولوا بسم الله. أول حيلة وفكرة، وهذه الحيلة اللي غنقول لكم ماشي حيلة، حيلة وفكرة غنقولها لكم أمانة عليكم. هنا شوفوا أمنتكم البنات، أمانة عليكم، اللي كانت عارفاها تقول لي كانت عارفاها، واللي سمعتها لأول مرة تقول لي سمعتها لأول مرة. أنا متأكدة بأنها تكون 70% اللي ما عارفينهاش و 30% يقدروا عارفينها، ودوك 30% غيكونوا أكثريتهم تبارك الله ما شاء الله طيبات ديال العرس، يعني الطباخات اللي كيطيبوا في العرس هما اللي اكثريه غادي يكونوا كيعرفوا هذه القضيه. الكل كيعرف بان الدجاج اللي كتبغي تحمريه ديري دجاج محمر خاصو ضروري ثم ضروري انه يكون بايت على الاقل ليله في الثلاجه، عاد لغدا ملي كطيبيه كيطيب بسرعه وتيكون فتيتي بسرعه، واللي كتجيبيه من نهارو لا ولو يجلس 4 سوايع كيبقى هكا قاصح ما كيجيش فتي وما كيطيبش بسرعه، هادي كلشي كيعرفها. بعض المرات كتجيبنا الظروف اولا كنتزيرو اولا كنضطروا اننا نطيبوا بعض المرات الدجاج بداك النار، هذا باش عندك شي ضيف على غفله وعاد ما عندك والو مشيتي تقديتي الدجاج جبتيه تغسليه ديك الساعه وتبغي طيبيه ديك الساعه، احسن حاجه غادي نقولها لكم ديروها ليه وشوفوا هاد القضيه اللي غديروها غادي يطيب لكم الدجاج كما لو انه ما بايت ماشي غير ليله وحده، بايت 3 ايام 4 ايام في الثلاجه في الفريكو، غادي يطيب لكم زبده وما يمحنكم ما يعذبكم. شنو هو؟ هو الماء ديال الطرقات ديال الحامض البنات، ها هو كتمشي ليا الا لا عند شي مول الزيتون كتقضي عنده ولا حداكم ولا هذا، كتمشي كطلبي له هاد الماء، هذا غير الماء فقط، راه تيعطيه لك فابور، راه ما كيعطيه بلا فلوس لا والو، حيت هو اصلا ما كيسالي كيرميه، دي معك شي طويصه يعمر لك هذا الماء الحامض وجيبيه للدار، غسلي داك الدجاج اللي غتغسليه فيه تغسليه ديالك مزيان، وتبارك الله شاركت معكم عده مرات الطريقه باش كنغسل الدجاج، وتبارك الله ما شاء الله لقات استحسان بزاف الناس وجابت مشاهدات ما شاء الله. المهم كتغسلي الدجاج بطريقه سكوله وكترقديه في هذا الماء هذا، صافي خليه ليا ساعه ساعه ونص ورجعي جبدي شليه وشرمليه وطيبيه ورجعي لي الخبار، صافي امنتكم تقولوا لي البنات في التعاليق واش كنتو عارفينها ولا لا، ونمشي ان شاء الله بحول الله لثاني معلومه. الفكره الثانيه البنات، الكل كيعرف بان تبارك الله حنا دابا ما بقى والو العيد الكبير يعني العيد الاضحى، الكل كيحتاج التوابل، كنقولوا العيد الاضحى كنقولوا التوابل بما فيهم الكمون تيكون جديد، ومهم انتم كلكم كتعرفوا العطاير الحام الكفته، المهم الكل تبارك الله كيعرف حاجتنا التوابل. والنصيحه الاولى ما تجيبوهمش مطحونين، ديما جيبوه محبوب للدار ديالكم، سواء الكمون خصوصا الكمون انا كيتطحن بالحجر كيتطحن بالعواد كيتطحن بكلشي ليه، جيبوه لدارنا هكا نقادو المسائل ديالنا ونطحنو على يدينا. ملي كتجي الطاحونه ديالك مطحانه ديالك ديال العطريه ديال التوابل كتلقاي ما تطحنش لك مزيان اولا غير كتهرمش، ما خصك تطحني مده طويله باش تسحق لك داكشي، المهم الموس ديال الطحانه ديالك حفه، شنو كديري بكل سهوله كتاخدي غير حفينه ديال الروز ياك، سواء هذا الكلاصي ولا الروز البيض اللي بغيتي، اي واحد حفينه صغيره
كديريها هنايا في الطحانه ديالك كتخدميها تطحن تتسحق داك الرز. راه منها الرز كيحي كانت عندك شي ريحه ديجا كانت طحنه فيها شي حاجه كتحيد لك الريحه منها، انها كتسني لك هذوك السنينات ديال الموس كيمضاو. صافي البنات نمشيو ان شاء الله لثالث معلومه. هنا كذلك من ضمن التحضيرات اللي كنوجدوهم في رمضان اولا نقولوا الماتيريال ديال رمضان هو حاجتنا في السكاكين اللي كتكون كبيره اللي كتبرد لك البنيس هي اللي كتقطع اللحام والهبره وداك الشيء، وغالبا ما كنكونوش كنحتاجوهم في الايام العاديه ديالنا، ما كننقيو بهم لا والو، كنضطروا نجمعوهم من العام لعام عاد كنجبدوهم في العيد الكبير. ربما بالطريقه يعني بطريقه خاطئه لميتيهم من داك العام وجيتي هذا العام جبدتي الموس ولقيتي فيه الصدى، حيت كاين الموس اللي بعض المرات كتجبديهم كتلقاي فيهم الصدى ولا النقط ديال الصدى، هذيك كيكون طريقه غير صحيحه باش لميتيهم. ودائما سبق لي قلت لكم العام اللي فات ملي تبغيو تلموا الموس ديالكم بعد ما تغسلوهم وتنشفوهم خذوا واحد شويه ديال الزيت وغير ما هزوا جوج صبيعاتكم ودهنوهم بحال هكا هكا وخليهم ملمومين بالزيت راه ما غيصدوا وما يوقع لهم حتى شي حاجه. المهم دابا انا فطاري جبدتهم ولقيت فيهم نقط ديال الصدى، خذي لالا غير الحامض طرف ديال الحامض غطسي هكا في الملحه وحكي به حكي به حكي به حكي به صافي راه غادي يزول لك هذاك الصدى وتعاودي تنظفيه من كدا وجديد. نجيو دابا للمواسيله عندكم حافيين يعني ما ماضيينش. كاينين عده طرق من ضمنهم التقليديه ومنهم العصريه. التقليديه وهي الناس ديال زمان اللي حتى انا كنديرها دابا في المواس العاديين في الايام العاديه كتمشي لشي درجه ديال السيما وكتجلسي حك 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 مع الدرجه ديال السيما من هنا ومن هنا يعني من هذا الفاص ومن هذا الفاص حك 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 هكا هكا هكا. وكاين واحد كيتباع الناس اللي كيشريو الماتيريال هكا ديال هذا كيكون واحد المبرد كيقولوا لي كيمضيو معاه المواس، هذه طريقه اخرى. كاين الناس اللي كتقبط كاس ولا زلافه ديال البديع هكا وكتبقاي تمشيها بحال هكا راه كتمضى كتبقاي معاها كملتي الجهتين كتمضى، وهذه طريقه اخرى. قبطي هذا السلك ديال الجيكس ديال السلك ماشي هذا راه كوميم رطب، هذا راه ديال بيم داك الرطب، خدي الاخر اللي كيدير درهم ونص تيكون حرش هكاك وبداي تحكي هكا مزيان، ولكن ضروري تردي بالك من يديك كتحكي وانت من بعد صباعك ردي البال وخدمي غير بشويه عليك وبالعقل بحال هكا وانت كتمضيه كتمضيه منها الا كان فيه حتى شي صدى كي قلت لكم قبيله كيزول ومنها كيمضى مزيان انت كاع مشي فيه الموس بحال هكا. ولكن نرجع ونقول ردي بالك الصبيعات انا غير مسؤوله هادو هما الطرق اللي كاينين والطريقه التقليديه اللي قلت لكم ديال الدرجه ديال السيما بحال اللي كيكونوا دابا حاليا في الاحياء الشعبيه. هذاك ملي كيقرب الوقت العيد الكبير كيجيو هذوك الناس صحاب ديال ديك الرويضه ديال الحجر اللي كيبقى يبيضاري فيها هكا برجليه وهو حاط هذيك العجله كدور ديال الحجر وهو حاط هكا وكيمضي دهن الموس بالزيت وكيمضي كيمضي كيمضي حتى كتخرج هكا غير بالحجره. هذه نفس الفكره مع شي درجه ديال الدص ديال السيما غير حكي 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 وان شاء الله غسلي ديك الساعه من التراب وها هو ماضي حاضر ناضر. وهكذا الناس الزوينين الفيديو ديالنا وصل النهايه ديالو، ما كنسخاش بكم وما عمري ما غنسخ بكم ودائما تنقولها لكم الناس ما تنساونيش بلايكاتكم الله يجازيكم بكل خير بارطاجوا الكلمه الطيبه دوروا لي التعليق عليه شما قديتو الله يكرمكم ويفرحكم بنجاح وليداتكم. دائما تنقولها لكم وغنبقى دائما نقولها لكم حتى ربي يعطي النتيجه ديالو وتكون مرضيه ان شاء الله. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.